بحضور نخبة من العلماء من سوريا ودول أخرى، أقيم حفل التكريم الخاص بالمسابقة القرآنية الأولى للسوريين في الداخل السوري وتركيا. الحفل والذي شهد حضورا رسميا لافتا من الشخصيات التركية، لأنكم قمتم بهذا العمل العظيم وشرفتمونا، أنا أشكركم من أعماق قلبي. وتخلله كلمات ألقاها مجموعة من العلماء أبرزهم الشيخ عبد الله بصفر والشيخ ساري الرفاعي والشيخ محمد المسدي والشيخ محمد حواء، عبروا فيها عن حجم الفخر بالحفاظ والذين رغم الصعوبات والتي حسب وصفهم لا تخفى على أحد إلا أنهم استطاعوا إنارة الطريق لمن بعدهم. والأمل والعزة في الاستمرار إن شاء الله، ويعطينا نحن كذلك الأمل والصبر والاستمرار في الدعاء ونصرة هذه القضية بالكلام وبالمال وبكل ما نستطيع. الحفاظ الفائزون توزعوا على عدة مراحل من حفظ 10 أجزاء وعشرين جزءا وحفظ القرآن الكريم كاملا، وكان جلهم من حلب، حيث حصل الحفاظ من حلب على 14 جائزة من أصل 27 حافظا من كافة المحافظات السورية، على الرغم من أنها أصبحت المدينة الأكثر دمارا في كل سوريا، كما تتعرض حاليا لهجمة شرسة بالبراميل المتفجرة. وربما تنطبق عليها مقولة أنه من قلب المحنة تولد المنحة، ومن وسط الألم يظهر الأمل. تأتي المنحة من قلب المحنة، فهذه أمة حية، أمة مباركة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الفطرة، فمهما اشتد عليها البلاء فإن هذا البلاء لا يزيدها إلا صبرا وثباتا وإيمانا. المنظمون شددوا على شكر الشباب والذين كانوا المحور الأساس في نجاح هذا العمل، وعلى الجنود المجهولين وخصوصا في حلب. الله سبحانه وتعالى كما ابتلى البلد أنعم عليها بنعم، يعني فليست كل الصورة قاتمة، مع كل الظلم الذي نزل على حلب وعلى البلاء الذي صب عليها والإجرام الذي نزل بها، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يعطي رسالة لأهل حلب. تفاجأنا بالمستويات وبالإقبال على هذه المسابقة رغم هذه الظروف القاهرة التي تتعرض لها بلادنا الحبيبة. أطفال سوريا كان لهم مكان في هذا الحفل، حيث شاركوا بوصلات إنشادية عدة أثرت بالحضور وأثبتوا أن الأطفال أيضا أقوياء رغم كل ما تعرضوا له من مآسي. وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين وسط أجواء من التفاؤل وشحذ الهمم والاستعداد لمسابقات أخرى لحفظ القرآن الكريم.